ظهرت تسريبات عن موبايل قوي جاي من شركة جوجل، والموبايل دوت هو موبايل جوجل بيكسل 6 برو اللي جاي فعلا بمواصفات جبارة من حيث يعني الكاميرات والمعالج والشاشة والبطارية، يعني موبايل جامد من الآخر. فقبل ما نبدأ لايك سبسكرايب وتفعل زر الجرس، ولو عندك أي سؤال سبهولي وأنا بإذن الله هرد عليك. ومن غير ما أطول عليكم تعالوا نبدأ في موضوع الحلقة. طول الموبايل هنا 164 مليمتر، وعرض 76 مليمتر، وسمك 9 مليمتر، وبوزن في حدود 180 جرام. وبنلاقي في ظهر الموبايل هنا 3 كاميرات خلفية بشكل عرضي مع فلاش ليد مزدوج، وبدعم تركيب شريحة اتصال واحدة مع دعم شبكات الجيل الخامس، واستغنى عن مدخل السماعات التقليدي 3.5. وبالنسبة لصوت الموبايل الخارجي، فالصوت هنا هيجي ستيريو، يعني هشغل لك صوت مجسم وعالي، وبيجي معمارية IP68 ويقدر يقعد تحت المية عمق متر ونص لمدة نص ساعة. أما بقى بالنسبة للشاشة فهتيجي من نوع أموليد بمساحة 6.6 بوصة مع نسبة استحواذ 86.5% بدقة 1080x2400 بكسل بأبعاد 20x9 بكثافة بكسلات 395 بكسل لكل بوصة، وبتدعم تشبع الألوان القوي HDR10 بلس ومع معدل تحديث عالي وهو 120 هرتز. والبصمة هنا كمان تيجي تحت الشاشة. وبالنسبة يعني مواصفات الشاشة، فأنا شايفها شاشة ممتازة جدا ومش شايف فيها عيوب، غير مثلا إن مفيش معلومات عن النوع طبقة الحماية. اما بقى بالنسبه للرام والذاكره، فالموبايل هيجي نسختين، النسخه الاولى 128 جيجا مع 8 جيجا رام، والنسخه الثالثه 256 جيجا مع 12 جيجا رام، واستغنى عن تركيب بطاقه تخزين خارجيه. اما بقى بالنسبه لنظام التشغيل والاداء، فالموبايل هيجي نظام تشغيل اندرويد 12 مع معالج سناب دراجون 888 ومع كارت شاشه ادرينو 660. ومن ناحيه اداء المعالج دوت، فهو معالج جبار جدا وبيعتبر احدث معالج جاي من شركه كوالكوم، يعني هيديك اداء جبار، وبالذات مع السوفت وير الخاص بشركه جوجل، اسلس سوفت وير ممكن تشوفه، خفيف جدا على الجهاز، هيخليك تستهلك كل الموارد اللي فيه. عايزك تتخيل كده انك تستخدم سوفت وير خاص بشركه مصنعه لنفس الموبايل، يعني حاطط لك سوفت وير على مقاس الموبايل بالظبط، وهيكون خفيف جدا معاك. وبالنسبه للكاميرات، فالموبايل هيجي بثلاث كاميرات خلفيه، الاولى بدقه 50 ميجا بكسل وبتدعم التثبيت البصري OIS، والكاميرا الثانيه بدقه 8 ميجا بكسل بفتحه عدسه 3.4 وهي كاميرا تلفوتو 5x اوبتيكال زوم وبتدعم التثبيت البصري OIS، والكاميرا الثالثه بدقه 16 ميجا بكسل بفتحه عدسه 2.2 وهي كاميرا الترا وايد بتصور بزاويه 107 درجه، وبيجي معاهم فلاش ليد مزدوج وبيدعموا تقنيه البانوراما والاتش دي ار، وتقدر تصور فيديو بدقه 4K بسرعه 60 طرف في الثانيه وبدقه فول اتش دي بسرعه 240 طرف في الثانيه. اما بقى بالنسبه للكاميرا الاماميه، فهتيجي بدقه 16 ميجا بكسل وبتدعم تقنيه الاتش دي ار، وتقدر تصور فيديو بدقه فول اتش دي بسرعه 30 طرف في الثانيه. وبالنسبه ليعني اداء الكاميرا ديت، فمن المتوقع انها تديك اداء ممتاز جدا جدا في الموبايل دوت، وده مبني على كذا سبب. السبب الاول ان دقه الميجا بكسل بتاعت العدسات ممتازه، وبرضه بتدعم تقنية التثبيت البصري، ودي برضه حاجة ممتازة. السبب الثالث وهو أهم سبب، إن معالجة الصور ديت بتتم عن طريق السوفت وير الخاص بشركة جوجل، وده يعتبر أحدث سوفت وير موجود في الموبايل، وشركة جوجل بتهتم بيه اهتمام زيادة شوية، يعني هيديك معالجة للصور وأداء ممتاز، إذا كان يعني أداء عموما أو أداء كاميرات، فما تقلقش يعني هيديك أداء ممتاز جدا. وكده كده جوجل بيكسل معروف بقوة معالجته للصور. وبالنسبة لباقي التقنيات، فالموبايل هنا يجي مع الواي فاي من الإصدار السادس، وكمان بيدعم تقنية الواي فاي دايركت والبلوتوث من إصدار 5.2، وكمان معه من الجي بي إس وتقنية NFC. أما بقى بالنسبة للبطارية، فهتيجي بسعة 5000 ملي أمبير من نوع الليثيوم غير قابلة للإزالة، وبتدعم الشحن السريع، بس للأسف مش معروف قدرته كام، بس حجم البطارية هنا كويس جدا، محطوط في فئة كويسة زي يعني باقي المنافسين من 5000 ل 6000 ملي أمبير. أما بقى بالنسبة للألوان، فاللون المؤكد لحد دلوقتي هو اللون الأبيض. وبالنسبة للسعر، فللأسف لسه مفيش معلومات عن السعر، وهسيب لكم في الوصف السعر المتوقع عليه بالدولار وبعض العملات العربية.
بس كده كده انا خلصت كل حاجة على الموبايل، وبنسبة رأيي فيه شايف موبايل ممتاز جدا، بس للأسف متوقع ان السعر بتاعه هيكون غالي شوية زي كعادة يعني موبايلات جوجل سعرها بيكون غالي نسبيا. ولو انت برضو عندك توقع للسعر اكتبه في التعليقات وبرضو قول رأيك عنه، بس ما تنساش اللايك والسبسكرايب وتفعل زر الجرس، ولو عندك اي سؤال سيبهولي وانا بإذن الله هرد عليك. والسلام عليكم.